ما هو سر هذا الإصرار على تثبيت هذا الصنم وتكليف عناصر أمن لأن يحرسوه على مدار 24 ساعة وعلى مدار 7 أيام؟ لأنه بالمناسبة بلغني أنه بعض العناصر الأمنية التي كانت متواجدة في الموقع البارحة اشتكت لبعض المتظاهرين الذين تكلموا معهم. نعم. قالوا لهم احنا بس من بسببكم احنا هنا فارزيننا صار لنا 6 أيام إلى الآن. الله أكبر. لا نقدر ننام، لا نقدر نرتاح، لا كذا وبالشمس وبالكذا وبال كل منكم. من وراكم. إيه وبعدين سبوه هو هذا إلى أبو جعفر الدوانيقي. لأنه هيج من كذا هو غير تفضوا أنتوا تعالوا تعالوا 10,000 فضوها خلينا نخلص. قالوا له. إيه قالوا لهم نعم. قالوا لهم. إما تجون إما تجون أعداد غفيرة. نعم. حتى إحنا نقول يا للقيادات وكذا ما قدرنا عليهم. واي. عشان سووا إجوا هواية وشالوا قلع. إيه. قلعوا قلع. وإما لا تجون هالشكل تسوون مشاكل وتخلونا إحنا اللي هنا واقفين ليل ونهار حتى نجي نحرس هذا. فما هو يعني سبب الإصرار على حماية نصب لعين تمثال بغيض مستفز لمشاعر محبي أهل البيت عليهم السلام، مستفز لمشاعر شيعة الإمام الصادق عليه السلام، ويمثل صراحة مصدر شؤم لهذا البلد؟ شؤم. أنت تصنع تماثيل لطغاة مبغوضين عند الله تبارك وتعالى، ملعونين. أنت تفتح على بغداد بابا من أبواب جهنم، لأن صادق العترة عليه السلام كما نقلنا لكم في الجلسة الماضية عليه السلام هو الذي روى عن آبائه الأطهار صلوات الله عليهم عن رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله أن الدوانيقي هذا باب من أبواب جهنم السبعة. شنو يعني جاي تفتخر باب من أبواب جهنم مسوي له صنم بالعراق؟ شنو يعني هذا؟ شنو هذا المنطق؟ لا تخاف لتنفتح عليك الباب وهي مفتوحة.